انت كان عندك برضو حلم تاني، ان انت قلت انا من احلامي اكلم سيادة نقيب المهن الموسيقية، الفنان المحترم الراقي اللي الحقيقة بيعشق مهنته اللي بينتمي اليها، وبيعشق الفنانين الحقيقيين وبيدعمهم، وهو دعم للفن بشكل عام الحقيقة من ساعة ما كان بالظبط موجود حتى في الدورات السابقة الحقيقة هو عمل كتير. طب انت بالظبط. كنت عايز تكلم الفنان الكبير الأستاذ مصطفى كامل ليه؟ والله كنت نفسي اكلمه واقول له اللي احنا نفسي يبقى طب استنى، ما اقول له بقى لما يبقى موجود، احنا هنقول له دلوقتي هو مش موجود. ايه ده، هو موجود معانا؟ طب احنا معانا النجم الكبير الأستاذ نقيب المهن الموسيقية، الأستاذ الشاعر والمغني والفنان مصطفى كامل. ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذه نشوى؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ والله العظيم متشرفين بيك جدا، واسمح لي ابارك لك على وجودك في النقابه، يعني هي مباركه متاخره بس انا ما التقيتش بحضرتك، واحنا يعني بنثمن كل الخطوات اللي انت بتاخدها للارتقاء بفن الغناء والموسيقى في مصر. ميرسي جدا. ربنا يخليكي وربنا يبارك فيكي. وعايز اقول لعلي اه علي معانا بقى، هو قبل ما حضرتك تقول له هو كان ليه طلب فانا قطعته بقى، فنسمع الطلب ونشوف حضرتك هتقول له لا ايه. لا، قبل اتفضل. الطلب انا عايز اقول له انا اللي يسعدني ويشرفني اني اكلم ابناء بلدي سواء اولادي او اخواتي الصغيرين، وانا اللي شفته يوم الملحمه انا سميتها في البيان اللي صدر مني. وخلي بالك يا نشوى انا هقول لك سر على الهواء مباشره، يعني خدي اتفضل. مني تصريح وثق. انا اتفرجت، كنت قاعد في بيتي في اليوم ده، ولما اتفرجت على الاحتفاليه اقسم بالله العظيم ان انا في الثانيه كنت بكلم النقابه كلها محدش يروح، لان في بيان هصدره حالا دلوقتي. انا سعدت سعاده غير عاديه، انا فرحت قوي قوي. وانا دايما اقول ان لو فرضنا ان مصر دي عباره عن قطار يجب ان يخطو كل المراحل وكل المحطات، فاحنا كمؤسسه الموسيقيين او نقابه المهن الموسيقيه احنا ترس جوه رؤوس منظومه القطار ده، فكان لازم يكون لينا دور. انا يعني عارفه دفعني مش دافع انساني بس، لا ده دافع فني كمان، لان انا ووطني يا لقيت مصطفى، انت ليك يعني ما يشهد لك بالبرهان على حبك لبلدك ولولاد بلدك، واحنا يعني ده معلن وباين يعني. الحمد لله رب العالمين. ولقيت نفسي انا شو عارفه في فرق بين لما يدفعك دافع انساني بس قد ما هو دافع فني كمان، لما تسمعي ما شاء الله عليهم الاصوات عالي وزملاء اخواته وحتى الاطفال القصر الصغيرين اللي بتغني، شعور جميل، شعور جميل انك تلاقي ذوي الهمم خرجت منهم كل هذه الطاقه الايجابيه الفنيه السليمه مش التعاطفيه بس، يعني ما كانش الموضوع تعاطفي قد ما هو لا ده مقدمين حاجه مشرفه، حاجه بجد بعقل وفكر. واسمحي لي انا سمعت المقدمه بتاعت حضرتك، ان انا اشكر كل من ساهم في تقديم هؤلاء المواهب سواء من مخرجين استاذ لراعين هشام جمال، الاستاذ هشام جمال، انا بوجه له التحيه من هنا، بوجه التحيه لمصر عموما، بوجه التحيه للقياده السياسيه.